القرآن هو دستورنا، القرآن هو كتابنا، لن نسمح لأحد أن ينال من هذا الكتاب الكريم الذي نحن من أجله نعيش، وسنبقى نحمي هذا القرآن بأشفار عيوننا وبقلوبنا وبدمائنا وبقبضاتنا. علي لفوق. لبيك يا قرآن، لبيك يا قرآن، لبيك يا قرآن، لبيك يا قرآن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ودولة السويد المفروض تعرف ان احنا كعرب وكمسلمين كدول عربية جميعا لازم نتضامن كرمال هذا الموضوع، ولازم ما نقبل انه هيدا الشيء المقدس لعنا حدا يدق فيه، لانه اذا دقوا بهذا الموضوع حيدقوا بشيء ثاني وبشيء ثالث بحجه حريه الراي والتعبير. هيدي مش حريه الراي والتعبير، حريه الراي والتعبير بتوقف عند مقدساتنا نحن.